السلام عليكم. اليوم نعرفكم بالمشروع تاع ربط مدينة المشرية بمدينة البيض على مسافة 130 كيلومتر بخط السلك الحديدية ذات سرعة تاع 220 كيلومتر في الساعة. وللعلم أنه هذا الخط يدخل في إطار الخط الثاني اللي الهضاب العليا اللي يربط إذن الشرق البلاد بغربها، واللي أجزاء منه راهي قيد الإنشاء. وكذلك الخط هذا فيه زوج محطات للسلك الحديدية، الأولى في منطقة بوسلمون اللي وخاصة بمتخصصة في نقل المسافرين والبضائع على حد السواء، وكذلك محطة لصيانة القطارات في مدينة البيض. إذن هذا هو، للعلم أنه في أجزاء أخرى راهي قيد الدراسة لهذا الخط الثاني، يعني نأكد للهضاب العليا. وهذه الأجزاء هي ما بين المسيلة والبيض، وكذلك وذلك لربطه بخط السكك الحديدية الأول اللي راح تقرب الأشغال من انتهاء تاعو، يعني تاع الهضاب العليا الأول. إذن فيه زوج خطوط في الهضاب العليا، وكذلك فيه دراسات لتوصيله بالخط المنجمي الغربي باتجاه بشار وتندوف، إذن إلى حدود الجنوبية الغربية للوطن. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.